فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص يريد التأصيل لنفسه في العقيدة، شخص يريد التأصيل لنفسه في العقيدة، فبأي كتاب يقرأ وبأي كتاب تنصحونه؟ الكتب ولله الحمد كثيرة، لكن وين اللي يشرح الكتب ويبينها بعلم وفقه؟ ابحث عن عالم من العلماء واقرأ عليه الكتاب يشرح لك الشرح الصحيح، إن شاء الله تعرف العقيدة. نعم.